حرب. السؤال اللي بيبحث عن إجابة لدى كل المتابعين والمحللين، عايز أعرف رأي حضرتك، هل الأقرب أن السلطة الوطنية الفلسطينية تعود لحكم غزة بمظلة عربية أو أممية مثلا، ولا يستمر الأمر الواقع لحكم حماس للقطاع على الرغم من الرفض المعلن من الجانب الإسرائيلي والأمريكي؟ يعني في رأيي خلينا نميز ما بين بديلين أو سيناريوهين. السيناريو الأول هو أن يظل هناك حالة رمادية في غزة، عنوانها الرئيسي طبعا هو الدمار الذي حدث في القطاع، عدم القدرة على يعني وفقا للحسابات الإسرائيلية، عدم القدرة على القضاء على حركة حماس. منذ أن بدأ العدوان كان هناك يعني تأكيد من كل يعني الإعلام ومراكز الفكر العربية والمصرية أنه الأهداف التي طرحها الجانب الإسرائيلي أهداف غير عملية وغير قابلة للتطبيق، ومنها طبعا فكرة القضاء على حركة حماس. يعني منذ يعني أخيرا تحدث يعني أو صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حذر من أنه القضاء على حركة حماس يعني هدف وهمي ولا يمكن تحقيقه لأسباب تتعلق بطبيعة حماس، وحتى قال زر للرماد في العيون يعني وقال إنها فكرة وأيديولوجية لا يمكن القضاء عليها. صحيح، وهذا هو ما قيل منذ بدء أو اليوم الأول للعدوان. فبالتالي نحن هنا أمام سيناريو أن تظل حماس أو يظل الوضع في غزة كما هو، يعني رغم كل الدمار ورغم كل يعني عدد الكبير من الضحايا المدنيين داخل قطاع غزة، لكن يظل هناك سيناريو هو السيناريو الأفضل للجميع، وهو أن يتم القضاء أو إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وأن يكون هناك عودة للسلطة الفلسطينية أو أن تتولى السلطة الفلسطينية يعني زمام كل الملفات الفلسطينية، سواء الملف الخاص بحكم غزة أو الملف الخاص بعملية التسوية أو إدارة مشروع الدولة الوصول إلى الدولة الفلسطينية. هذا هو السيناريو الأفضل للجميع، وهذا هو السيناريو الذي تقف وراءه مصر وتقف وراءه كتلة دولية، الآن كتلة مهمة أصبحت أكثر قناعة بأهمية إقامة الدولة الفلسطينية. فبالتالي نحن إذا يعني سيناريوهات مختلفة من الصعب حسمها، لكن أعتقد الواقع يعني سنراه بعد انتهاء هذا العدوان، ونتمنى أن يكون هناك موقف دولي واضح وحاسم وقاطع فيما يتعلق بعودة السلطة الفلسطينية إلى السيطرة على كل الملفات الفلسطينية بما فيها قطاع غزة وبما فيها أيضا عملية إعادة الإعمار، وأن تترجم ما سمعناه من جانب قوى دولية عدة حول إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية. يعني أعتقد أنه هذه قناعة بدأت تتطور بشكل كبير في المجتمع الدولي، ونتمنى أن تتحول إلى واقع.